الله الرحمن الرحيم. الأحد 26 ديسمبر 2021. يا صباح الخير على حضراتكم، أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على شاشة أكسترا نيوز وبرنامج هذا الصباح. ندعو الله تعالى أن يكون هذا الصباح صباحا جميلا ومفعما بإذن الله بالطاقة والحيوية والصحة والستر والعافية. والنهاردة إن شاء الله يكون لنا لقاء، يعني بنأمل أنه هو يكون مختلف جدا في هذا الصباح. عندنا النهاردة حلقة ذات وتيرة سريعة جدا مليئة بالفقرات والموضوعات والأخبار، وأكيد متابعات للشأن المحلي والإقليمي وأيضا العالمي. لكن في البداية لازم أصبح على حضراتكم مرة تانية وأصبح على كل زملائي في هذا الصباح، والتحية موصولة بطبيعة الحال إلى زميلي همام. صباح الخير يا همام. صباح الخير عليك يا منى، صباح الخير عليكم مشاهدي ومتابعي هذا الصباح الإكسترا نيوز في مصر وكل دول العالم. النهاردة حلقة يوم الحد، بداية الأسبوع عند كتير من الناس الموظفين في الأماكن الرسمية وغير الرسمية. عندنا فقرات مختلفة ومتنوعة زي ما منى كانت بتتكلم. الحلقة النهاردة رتمها سريع للغاية، عندنا أربع فقرات نقاشية. هنتكلم عن محافظات الصعيد، بما أن الأسبوع ده هو أسبوع الصعيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يوم الأربعاء الماضي في أسيوط، ومبارح كان في إنا، والنهاردة ربما يكون في توشكا، ولاحقا في الأيام القادمة سوف يفتتح أيضا عدد من المشروعات المختلفة. هنتكلم بالتفصيل عن كل هذه المشروعات. أيضا هيكون لنا وقفة ولقاء عن موضوع الإصلاح الاقتصادي واللي استفدناه من موضوع الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي اللي مر علينا دلوقتي أكثر من 5 سنين. أيضا هيكون معنا وقفة وفقرة نقاشية متعلقة بمدينة الثقافة والفنون، وفقرة نقاشية رابعة متعلقة إلى حد ما بهذه الفقرة وترتبط بالاكتشافات الأثرية في عام 2021. يعني بحكم أن النهاردة منا مش هنتكلم، أو يعني الحلقة برتمها سريع وتيرتها متسارعة، فنستسمحكم نحن نأجل فقرتنا النقاشية الاجتماعية اللي احنا نبدأ بيها حلقتنا لبكرة، والنهاردة ندخل على طول في الموضوع. أنا حاسة أن احنا من كتر ما أنا وإنت حاسين أن احنا عندنا فقرة، حلقة دسمة ومليانة فقرات، حاسة أن احنا نفسنا بنتكلم بسرعة أكثر من المعتاد اللي هو يلا يلا بسرعة. عموما مرة تانية بنصبح على حضراتكم، وأكيد كل يوم الصبح تحديدا في فصل الشتاء بيهمنا جدا نعرف الطقس أخباره إيه، هل في توقعات بسقوط الأمطار ولا لأ، طب الشبورة والطرق السريعة تحديدا، كل التفاصيل دي وغيرها هتاخدنا ليها زميلتنا شيماء الكردي اللي بنصبح عليها بطبيعة الحال. صباح الخير يا شيماء. صباح الخير يا شيماء. فلت النهاردة من السؤال. سألت نسأل الصبح مبسوطة. صباح الفل. تفضلي. صباح الفل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إلى التغيرات في حالة الطقس اليوم، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد استمرار انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد صقيع على وسط سيناء. أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأحد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط أيضا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. ننتقل لدرجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 18، أما في اسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18، أما في مطروح الصغرى 10 والعظمى 18، أما في بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 18. ننتقل مع حضراتكم لشرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 22، أما في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 21، وفي الأقصر الصغرى 8 والعظمى 21، وأخيرا أسوان الصغرى 10 والعظمى 22. بينضم إلينا هاتفيا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير على حضرتك، وبنتعرف أكثر عن حالة الجو النهاردة. صباح الخير على حضرتك أستاذة شيماء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. إحنا اليوم وعلى مدار هذا الأسبوع بنشهد أجواء شتوية مستقرة على كافة مناطق الجمهورية. الطقس خلال ساعات النهار بيكون مائل للبرودة على السواحل الشمالية للبلاد أوي القاهرة الكبرى وطبعا محافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بيكون مائل للدفء على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده طبعا خلال ساعات النهار ومع سطوع أشعة الشمس. لكن فور غياب أشعة الشمس الأجواء بتبقى شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية واللي بتوصل لحد الصقيع على وسط سيناء. أيضا الشبورة المائية هتكون هي الظاهرة الأساسية معانا خلال الأسبوع ده، وطبعا بتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.
الشبوره المائيه دي بتتكون مع الصباح الباكر وبتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. ايضا اليوم كمان في فرص لتقاصر السحب المنخفضه والمتوسطه على السواحل الشماليه الغربيه زي مطروح والعالمين والاسكندريه، هيصاحبها فرص سقوط امطار خفيفه. الامطار دي هتبقى بنسبه حدوث 30% ومش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه. طبعا احنا خلال هذا الاسبوع اللي بتبقى الظاهره المؤثره هي الشبوره المائيه وطبعا انخفاض درجات الحراره، فعشان كده عاوزين ننصح الساده المواطنين مش عاوزين ننخدع بالطقس الدافي خلال ساعات النهار، عاوزين نرتدي الملابس الشتويه خلال ساعات النهار وخلال ساعات الليل. ايضا كمان الساده قائدي المركبات والمسافرين على الطرق في الصباح الباكر توخي الحذر والقياده بهدوء تام واتباع كافه تعليمات المرور مع وجود الشبوره المائيه. طيب بالنسبه لمحافظات الصعيد والوجه القبلي اخبار الجو فيها ايه؟ طبعا محافظات شمال وجنوب الصعيد بتشهد استقرار تام في الاحوال الجويه، الطقس خلال ساعات النهار بيكون مائل للدفء طبعا، لكن خلال ساعات الليل بيبقى انخفاضات درجات الحراره ملحوظ جدا، توصل الصغرى لست درجات وسبع درجات على شمال الصعيد، 9 و10 درجات على جنوب الصعيد، فالطقس خلال ساعات الليل شديد البروده على كافه المحافظات دي. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. وبنعود مشاهدينا مرة أخرى لمنى وهمام واستكمال فقرات هذا الصباح، تفضلوا. شكرا جزيلا لك يا شيماء. ودلوقتي مشاهدينا نروح نشوف مواعيد قطارات من وإلى الوجه القبلي والبحري. حتى لو كنا قلنا لحضراتكم في بداية الحلقة أنه النهاردة يكون عندنا حلقة ذات وتيرة وإيقاع سريع جدا، ذات وتيرة سريعة وإيقاع سريع، لكن ده برضو مش هيمنعنا، يعني مش هتفلتوا مننا في الفقرة الرياضية برضو، أن احنا نشجع بعض ونشجع حضراتكم على ممارسة الرياضة كل يوم في الجيم أو في البيت، أو حتى أنك تاخد مشوارك مثلا مشي أو تمشي شوية في الشارع، يعني أي بس شوية رياضة كده يحركونا. بدأنا مع حضراتكم سلسلة من فقرات الرياضية اللي ليها علاقة بالدفاع عن النفس، وكنت لسه امبارح بقول لحضراتكم أنه الدفاع عن النفس ليه أساليب كتيرة جدا وطرق وليه مدارس كمان كتيرة جدا. احنا بنحاول ننتقي مع الكباتن اللي بيكونوا معنا، المدربين الأفاضل اللي بيكونوا معنا في هذا الصباح، التمرينات البسيطة قوي اللي هي تدي لك الدفاع عن النفس وتدي لك المبادئ بتاعته، بس تكون في نفس الوقت سهلة، ما تكونش محتاجة تمرينات قاسية أو شاقة جدا. تعالوا نشوف مع بعض الكابتن مروان الغمري مدرب اللياقة البدنية النهاردة هيعرفنا على إيه في الدفاع عن النفس. صباح الخير عليكم على كل مشاهدين إكسترا نيوز، أنا كابتن مروان الغمري، أنا أعلمكم النهاردة إزاي إحنا نستخدم إيدينا في حالة اللي أنا دافع بيها عن نفسي، تمام، لكل الأعمار، صغير كبير راجل ست بنت، مالهاش أي علاقة، تمام، هي كلها حاجة سهلة جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت أنا أقدر أدافع بيها عن نفسي كويس. أنا دلوقتي قبل أي حاجة أنا لازم أقف وقفة استعداد، الوقفة الاستعداد دي سهلة جدا، تمام، بعد الوقفة، تمام، مفروض أنا قبضة إيديا أهي أنا فاتحها عادي، بقفل صوابعي الأربعة وبعد كده صباع الخامس
بعد كده برضو ايدي الشمال بالشكل ده اخليهم كده. انا عايز اللكمه بتاعتي ما اضربش كده ما اضربش كده، لا انا عايز اللكمه بتاعتي اضربها مستقيمه اذا كان ايد بالشمال، او ارجع احط ايدي اليمين بالشكل ده اسهل ما تتخيلوا. تمام، انا هطبق دلوقتي مع زميلي عادل. دلوقتي انا ماشي في الشارع، الشخص تمام مع احترام ليك حط ايدك هنا، تمام هو ماسكني من هنا. طيب تمام، انا دلوقتي انا بقف واقف قافل ايديا، تمام بستخدم ايدي الشمال، واحد اثنين هنا في الوش، ثلاثة واجي ارجع تاني، مفيش ادنى مشكله خالص، سهله جدا. تاني بعمل حط ايدك تاني، ها واحد اثنين ثلاثة. لما اجي اضرب اللكمه بتاعتي احاول ان انا هنشلها، تعالى علي احاول ان انا انشل، حط ايدك، احاول انا انشل اللكمه بتاعتي هنا، مش اضرب مثلا هنا ولا اضرب مثلا هنا، لا انا عايز اضرب هنا، واحد اثنين، ده في حاله اللي انا بدافع بيها عن نفسي مش اكتر ولا اقل. طيب تمام، دي طبعا بايده الشمال، لو حد مثلا مسكني من اليمين تمام نتكلم مثلا برضو نفس الكلام، بكون قافل قبضه ايديا اليمين شمال يمين. طبعا هو خد دي خلاص، ممكن يكون مثلا عنده قوه شويه تمام. انا بتكلم مثلا على البنات، يعني انت ما تضربيش ضربه واحده، لا انت اضربي ضربه ضربتين ثلاثه، عشان انت بنت برضو انت القوه البدنيه بتاعتك هتكون اضعف منه تمام. اما من ناحيه الدق دي نقطه الضعف في الانسان تمام، هتقدري تدافعي بقى عن نفسك، ما تخافيش وانت بتتعاملي، لا انت بس يعني تكوني اللي انت تقفي وتقفلي قبضه ايديك كويس، حطي ايدك تمام واضرب، واحد اثنين ثلاثه، يعني على الاقل على الاقل اللي انا اقدر اعرف امشي بنسبه 50% او دراع عرفت ادافع عن نفسي بنسبه 50% ده اقل حاجه، بعد كده انا امشي بس. الكابتن مروان الغمري على بعض التمرينات اللي استعرضها واستعرضناها مع حضراتكم. دلوقتي معاد فقره الرياضه واخبارنا الرياضيه وعوده الى سخونه وحده المنافسه في الدوري الممتاز، بعدما تصدر الزمالك جدول الدوري الممتاز ولو بشكل مؤقت بعد الفوز على المحله باربعه اهداف نظيفه في انتظار مباراه الاهلي وفيوتشر. اخبار رياضيه اخرى مع شيماء الكرتي. شكرا لك همام، اهلا بكم مشاهدينا الكرام في جوله رياضيه سريعه. فاز الزمالك على غزل المحلة بأربعة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، وفي لقاء مؤجل من الجولة السادسة تعادل فريق إنبي مع بيراميدز بهدف لكل منهما، فيما فاز فريق سموحة على طلائع الجيش بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن فعاليات الجولة المؤجلة من الأسبوع الخامس من عمر الدوري الممتاز. كان عشاق الدوري المصري على موعد مع ثلاث مباريات ضمن منافسات البطولة، ففي لقاء لم يخلو من المتعة فاز الزمالك على غزل المحلة برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة. رباعية الزمالك تكفل بإحراز أول أهدافها مصطفى فتحي في الدقيقة 36، وبعدها بدقيقتين أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني، بينما أحرز محمد أونجم ثالث الأهداف في الدقيقة 71، قبل أن يعود بن شرقي مجددا ويحرز الهدف الرابع بعدها بثلاث دقائق، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى النقطة 19، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 10. وفي مباراة مؤجلة من الأسبوع السادس خطف إنبي نقطة التعادل من ضيفه بيراميدز،
تقدم بيراميدز عن طريق محمود وادي في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني استطاع إنبي تسجيل هدف التعادل بأقدام إبراهيم يحيى في الدقيقة 49 ليرفع بيراميدز رصيده إلى 17 نقطة، بينما وصل رصيد إنبي إلى النقطة 9. وفي مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس فاز سموحة على طلائع الجيش بهدف دون رد أحرزه محمود حليم في الدقيقة 13 ليرفع سموحة رصيده إلى 12 نقطة، وفي المقابل توقف رصيد طلائع الجيش عند 5 نقاط. وفي الدوري العام لكرة القدم يلتقي فريق الأهلي اليوم مع فيوتشر في المباراة المؤجلة من الجولة 7 من البطولة. كان المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني قد أعلن القائمة التي سيدخل بها المباراة في غياب عدد من اللاعبين، في مقدمتهم عمرو السلية الذي بدأ برنامج علاج طبيعي بعدما كشفت الفحوصات الطبية تعرضه لإصابة متوسطة في عضلة السمانة وغيابه لفترة لن تقل عن 3 أسابيع. تنطلق اليوم الأحد منافسات الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث من المقرر إقامة 6 مواجهات، بينما تأجلت 3 مباريات أخرى ضمن نفس الجولة. إذن مشاهدينا، كانت هذه وقفة سريعة رياضية شملت بالطبع الدوري المصري الممتاز والدوري الإنجليزي الممتاز. نعود مرة أخرى لمنى وهمام واستكمال فقرات هذا الصباح. شكرا جزيلا لك يا شيماء، وارجع لك على رأس الساعة في موجز الأخبار. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. في 2016 بدأت الدولة المصرية ما عرفناه باسم الإصلاح الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي الاقتصادي، ده طبعا كان بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. في ناس كتيرة قوي ممكن تبقى خصوصا الغير متخصصين مننا ممكن يبقى عارف أنه الإصلاح الاقتصادي ده معني بتحسين حالة الاقتصاد، وهو طبعا أمر مضبوط، ولكن في بعض التفاصيل بما أنه إحنا النهاردة بدأنا بالفعل نجني ثمار هذا البرنامج اللي بدأناه زي ما قلنا من 2016، ففي بعض المصطلحات وبعض المفاهيم اللي مهم جدا أن إحنا نحاول نعرفها مع حضراتكم. والإصلاح الاقتصادي ببساطة شديدة جدا هو عبارة عن برنامج اقتصادي، عبارة عن مجموعة من التشريعات والسياسات والإجراءات اللي بتسعى إلى تحسن أو تحسين الاقتصاد في الدولة. طيب لما ده يحصل إيه اللي هيحصل؟ طبعا هيحصل بعد كده توفير فرص عمل، رفع كفاءة مؤسسات الدولة، وأمور أخرى كثيرة جدا. برضو لما ده يحصل إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إنه ستصبح مصر قادرة على الاندماج كاقتصاد مع الاقتصاديات الإقليمية، وأيضا الاندماج مع الاقتصاديات العالمية.
عايزين نتكلم بصفة عامة عن الإصلاح الاقتصادي، وتحديدا نتكلم على محور مهم جدا لأنه بيتعلق بينا بولادنا، بفرص العمل أمام شبابنا شباب هذا الوطن، وهو تقليل نسب البطالة. خلونا ناخد عبر زوم ضيفنا الكريم الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات. صباح الخير عليك يا دكتور محمد. صباح الخير على حضرتك فندم وعلى السلام المشاهدين. أهلا وسهلا، صباح الفل. برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ زي ما احنا قلنا من 5 سنوات ولسه مستمر فيما يتعلق بالإصلاح الهيكلي للقطاعات الاقتصادية، لكن في البداية سؤال تمهيدي، خلينا نتكلم عن أبرز مؤشرات اللي تدلل وتؤكد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي تبنته الدولة. فندم المؤشرات واسعه جدا، نبدا مثلا بمؤشرات الاقتصاد الكلي. حضرتك احنا عندنا قبل جائحه كورونا كان عندنا معدل نمو قبل سنه 2014 عند 2.2%، وصلنا في سنه 2019 قبل الجائحه عند 5.6%، والمفروض كنا نكمل نوصل لمعدلات 6.6%، لكن للاسف الجائحه جت، ولما الجائحه جت لانه كان في برنامج اصلاح اقتصادي قبل كده المفروض كان يحصل عندنا انكماش او يحصل عندنا تراجع شديد جدا، لا ما حصلش، استمرينا في معدلات نمو لكن تبطت شويه تحت تاثيرها، يعني وصلنا ل 3.9% معدل 3.5% معدل نمو. بعد هذا المعدل استمرينا كمان في مقاومه معدلات البطاله، انخفضت معدلات البطاله من حوالي 14% قبل جائحه كورونا الى 7.2% واحنا بنتكلم النهارده، ومعدلات الفقر كانت وصلت عند 30% على اثر الاجراءات اللي اتخذتها الدوله لتحرير سعر الصرف ولمكافحة التضخم يعني وهكذا. طيب. وصلنا إلى 29.2%، ومش بس كده، لا وصلنا مستهدفها يعني عند 5.2% وهكذا. المؤشرات كتيرة جدا يعني لدرجة ان هو حضرتك يصعب علينا حصرها، زي مثلا كمان معدلات الاستثمارات الاجنبيه المباشره، كنا السادس افريقيا وصلنا الى الاول افريقيا دلوقتي عند معدل 9 مليار دولار، كان عندنا معدل الاحتياطي المالي بتاعنا عند وصل 16 مليار دولار، بنتكلم دلوقتي عن 40 مليار وهكذا. نعم دكتور محمد، بنشكر حضرتك على هذه المؤشرات المهمة جدا اللي حضرتك ذكرتها، ولو تسمح لنا عايزين نتوقف عند مؤشر البطالة. ومعروف طبعا أنه البطالة هي أنواع كثيرة، بطالة هيكلية واحتكاكية وغيرها من أنواع البطالة، وفي المجمل المواطن عارف أنه بطالة يعني الناس ما بتشتغلش، يعني ما فيش فرص عمل، أو في فرص عمل ولكن قد تكون يعني الكفاءات الموجودة لا تتناسب هذه الفرص. كلمنا عن مؤشر البطالة، كلمنا عن توفير فرص العمل، لأنه الحقيقة لما بيكون في يعني زي ما حضرتك ذكرت التوقعات اللي حصلت بالانكماش وما إلى ذلك، وتغير حتى طبيعة السوق أو سوق العمل في العالم كله إثر جائحة كورونا، كل دي حاجات جعلت الكثيرون يتوقعون أنه لا إحنا هيبقى عندنا معدلات بطالة أعلى، ولكن واقعيا في مصر ما حدث هو العكس. كلمنا يا فندم عن كيفية حدوث ذلك. فندم اللي حصل حتى أن الدولة المصرية كانت قادرة أن هي توازن ما بين الحالة الصحية والحالة الاقتصادية، يعني حضرتك مع دخول الجائحة المفروض أن إحنا الاقتصاد المصري كان يتجه إلى أحد اتجاهين زي ما معظم الاقتصادات عملت، يا إما الإغلاق الشامل ودوت يؤثر بشكل كبير جدا وضخم جدا على معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات البطاله ومعدلات الفقر، ويكاد يشكل يعني خطر داهم على نواتج الاصلاح الاقتصادي، او العكس اللي هو كان يبقى منفتح بشكل تام جدا وده ياثر على المعدلات الصحيه ويؤدي الى حدوث حاله تفشي وبائي ضخمه للغايه زي ما شاهدنا مثلا في الاقتصادات اللي حافظت على المساحه بتاعها زي ايران والهند وغيرها من اقتصادات الدول الاجنبيه، لكن احنا يعني استمرينا في نهج يوازي ما بين الاثنين، عملنا اقباض جزئي وفي نفس الوقت استمرينا بدعم كافه النشاطات الاقتصاديه سواء بقى نشاطات السياحه سواء نشاطات التشييد والبناء اللي هي اصلا الاثنين دول بالذات بيمثلوا قاطره الاقتصاد المصري. حضرتك كنت بتشوف الرئيس نفسه بينزل يشوف ويتابع العمال وهم بيشتغلوا في المشروعات بتاعت البناء والتعمير علشان يحافظ على معدلات نمو شغاله، لان المعدلات لان الاقتصاد التشييد والبناء بيجذب وراه 10 او 12 قطاع بيشغلهم كلهم، وده بالتالي بيؤدي الى ان العمال يفضلوا شغالين
ومستمرين، وبالتالي العمال لما بيشتغلوا بياخدوا فلوس بياخدوها. دي كانت يا دكتور محمد واحده من الاليات اللي اعتمدتها الدوله علشان توفر كثير ربما ملايين فرص عمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، تحديدا قطاع البناء والتشييد في السنوات الأخيرة. أيضا من بين هذه الآليات ما يتعلق بافتتاح المجمعات الصناعية المختلفة زي ما شفنا امبارح في عدد من محافظات الصعيد. الصناعة عموما أو القطاع الصناعي من القطاعات اللي بيوفر ملايين فرص العمل، وبالتالي التركيز على هذا القطاع، افتتاح مجمعات صناعية ومناطق صناعية معنية بالأساس بتوظيف عدد كبير من العمالة. القطاع الصناعي هو من القطاعات كثيفة العمالة، ليس كذلك؟ ده صحيح يا فندم. والدولة كانت وهي بتتجه إلى تشغيل القطاع الصناعي كانت بتتجه إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة اللي الاقتصاد العالمي بيشجعها دلوقتي أو بيدفع فيه اتجاه إن هي تنمو علشان يبقى عندنا استثمار حقيقي واعد، واستثمار حقيقي يقدر يكمل ما يتعثرش بسبب الظروف العالمية. يعني مثلا حضرتك هتلاقي إن إحنا كان عندنا خطة لإصلاح قطاع الغزل والنسيج، وده قطاع واعد جدا بالنسبة لمصر، ومصر عندها ميزة نسبية فيه. علشان كده كان عندنا خطة ب 20 مليار جنيه مصري لإعادة هيكلة القطاع وإصلاحه، وده حصل في اندماج ما بين شركات الغزل والنسيج. كان عندنا 32 شركه بقوا 8 شركات دلوقتي، وعلى اثر هذا الاندماج بقى عندنا اكبر مصنع للغزل والنسيج في المحله الكبرى، وما زال التطوير في القطاع مستمر. في نفس الوقت كان عندنا خطه كبيره جدا لتطوير قطاع البتروكيماويات باكثر، تتجاوز ال 500 مليار جنيه مصري علشان نحقق اكتفاء ذاتي في 2023 ونوفر منتجات بتروليه للاقتصاد المصري بدل ما بنستوردها من الخارج. وفي نفس الوقت المنتجات البتروليه دي زي النفط وزي البنزين والسولار وهكذا مطلوبة جدا في العالم الخارجي، وخاصة يعني في أشقائنا من الدول العربية. وده حصل على إسره لأن بقى عندنا برنامج واعد جدا حصل على إسره اتفاقيات مع العراق والأردن على أساس تبادل النفط بالمنتجات والمشتقات البترولية. في نفس الوقت كملنا في مشروعات البنية التحتية المهمة للغاية عشان تقاوم المشاكل المستقبلية زي مشاكل المية ومشاكل الطاقة. فعندنا توسعنا بشكل كبير جدا في محطات تحلية المية، وفي نفس الوقت توسعنا جدا في محطات الطاقه المتجدده زي بنبان. وبنبان مثلا ده اكبر مجمع للطاقه الشمسيه في العالم على الاطلاق، وبيشتغل فيه شركات قطاع خاص بالكامل، الدوله لا تتدخل هناك اطلاقا. الدوله كانت بتعمل دور المنظم وبتوصل البنيه التحتيه للمجمع وبينتهي دورها عند كده، الباقي استثمارات وفي معظمها استثمارات اجنبيه او استثمارات من القطاع الخاص المحلي. مش بس كده، دخلنا كمان في قطاع الاغذيه زي 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 مثلا مدينه سايلو للاغذيه، ودخلنا في قطاع الصناعات الدوائيه زي مدينه الصناعات الدوائيه. مش بس كده، كمان كملنا في الصناعات الطبيه اللي احنا محتاجين فيها يعني كميات ضخمه جدا من الادويه علشان النمو الديموغرافي المصري ونمو السكان المصري. فعملنا مصنع للاطراف التعويضيه، وزي ما حضرتك كده الاستثمارات كانت ضخمه جدا في مدينه الادويه علشان نوفر ما يطلق عليه ادويه الرف او الادويه اللي بتستهلك بشكل دوري زي ادويه الانفلونزا وادويه البرد وادويه الرشح وهكذا. هذه الأدوية تتوفر في السوق المصري، ويعني بحيث ان احنا ما يبقاش عندنا بعد كده اي ضغوط لاستيرادها من الخارج. نعم دكتور محمد، يعني بحديث حضرتك الان عن المشروعات القومية، المشروعات العملاقة، الصناعات، الايدي العاملة طبعا اللي كانت بتشتغل في كل هذه المشروعات، لكن كمان في جانب اخر من المشروعات اللي الدولة شجعتها، وعايزين نعرف ده أثره كان إيه. يعني بنتحدث مثلا على سبيل المثال عن معرض تراثنا وتشجيع الدولة المستمرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، فكرة برضو أنه أنا بوصل للأسرة المصرية وبقول لهم انتجوا اشتغلوا وانتجوا من عندكم وتعالوا هتلاقوا مكان للعرض، ومكان العرض ده في مواقع مختلفة وconvenient أو يعني مناسبة جدا حتى، وتحقق لك التواصل المباشر مع الناس. مش بس كده، وكمان حتى فرص تسويقية لما بعد هذا المعرض. معرض ذي تراثنا ومده حتى في عن الوقت اللي كان مفترض ان هو يقام فيه، قد ايه ممكن يكون فادنا من ناحية تقليل معدلات البطالة، تشجيع القوى العاملة، وايضا كجزء من الاصلاح الكلي للاقتصاد اللي بنتكلم عنه؟
فندم، هو عشان حضرتك بس قبل ما نتكلم عن معرض تراسنا، هو معرض تراسنا بيعتمد زي ما حضرتك قلت كده على المشروعات الصغيره المتوسطه. طب ليه الاهتمام بالمشروعات الصغيره المتوسطه بقى ضروري جدا؟ لانه احنا عندنا رغم ان احنا معدلات النمو بتاعه الاستثمار الاجنبي عندنا بتزيد، الا ان هي اساسا بتتركز في قطاع الطاقه لانه قطاع واعد جدا في الاقتصاد المصري، واحنا المشروع القومي الاساسي بتاعنا هو التحول لمحور اقليمي لتداول الطاقه. على الجانب الاخر عندنا ضعف في جذب الاستثمارات الاجنبيه في المجالات الصناعيه كثافه العماله زي قطاع الأغذية، قطاع الجلود، قطاع الصناعات النسيجية وهكذا، والدولة بتشتغل في هذه القطاعات على شكل كبير. في نفس الوقت بقى كان لازم يبقى عندنا تشجيع لخلق فرص عمل من القطاع الخاص اللي هو يعني عنده استثمارات محدودة، وهو دوت اللي بيدخل فيه الاستثمارات بتاعة المشروعات الصغيرة المتوسطة اللي هو يدخل يسد الفجوة ما بين الاستثمارات اللي بتعملها الدولة والاستثمارات اللي بيعملها القطاع الخاص بشكل كبير أو القطاع الخاص العالمي. عشان كده جرى تشجيع المشروعات الصغيره والمتوسطه بشكل كبير جدا، علشان اولا تسد الفجوه الاستثماريه دي، ثانيا توفر فرص عمل في كامل اقاليم الجمهوريه، لان المشروعات الصغيره والمتوسطه اصلا بيكون مكانها سواء القرى او الاحياء المتوسطه الدخل او الاحياء الفقيره في المدن، وده بيقوم معدلات الفقر وفي نفس الوقت بيقلل معدلات البطاله. الاثنين دول في نفس الوقت كمان المشروعات الصغيره والمتوسطه اصلا بتشتغل على لا انا اسفه بس كنت هضيف لحضرتك هنا نقطه مهمه، انه حتى لو المواطن عايز يستفيد من المعرض الموجود في القاهره باعتبارها القاهره الكبرى والعاصمه، ممكن يقابل ناس اكتر، ممكن فيما بعد المعرض يبقى عنده فرص تسويقيه اكتر مثلا، فهو برضو مازال هو هناك من عنده، من القريه، من النجع، من المكان اللي هو فيه هيشتغل. فبرضو فكره الانتاج حتى من مكان ما هو من 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 مكان ما هو موجود، ده في حد ذاته كمان إضافة. لا صحيح يا فندم، ومش بس كده، انا بقول لحضرتك ان الصناعات الصغيره المتوسطه في شكلها العام قبل حتى الصناعات التراثيه بتعمل ما يسمى بالاحياء المحلي والوارده. حضرتك عارفه ان احنا عندنا يعني صناعات زي صناعه النسيج مثلا دي بتحتاج مدخلات انتاج بسيطه زي السوسط، زي الزراير، زي الابر، وهذه الاشياء المفروض الصناعات الصغيره المتوسطه هي اللي بتعملها، لانه احنا ما ينفعش نشتغل في هذه الصناعات بشكل كبير او مصانع كبرى هي اللي تعملها. في العالم كله مصانع صغيره ومتوسطه هي اللي بتدخل تسد هذه الفجوه. حضرتك احنا بنستورد من هذه أشياء ما يعادل 11 مليار دولار سنويا، فالصناعات الصغيره المتوسطه يجب ان تنمو، ومش بس كده ولازم تحظى باهتمام واسع جدا. وكان في اجتماع قريب جدا بين السيد الرئيس والمجموعه الاقتصاديه ان هي نعمل ما يسمى بالاحلال محلي الواردات، وكان في تركيز كبير جدا بالذات على الصناعه المدخلات بتاعه الانتاج او السلع الوسيطه اللي بتدخل فيها هذه الصناعات بالذات. بقى خليني بما ان حضرتك ذكرت الواردات والصادرات يا دكتور محمد، خلينا اتحدث عن موضوع الصادرات. مصر قفزت قفزة نوعية فيما يتعلق بالصادرات، لا سيما في أزمة كورونا، لا سيما في المنتجات الزراعية الموالح تحديدا في هذه الأزمة، لا زلنا نتصدر العالم فيما يتعلق بالصادرات من الموالح إلى كل أنحاء العالم. هذه تحمل دلالة وتحمل أيضا نتيجة. الدلالة هو أن في إجراءات اقتصادية حدثت وبالتالي أدت إلى رفع هذه الصادرات الغذائية وسواها إلى مصر. أيضا النتيجة ما يتعلق أنها نتيجة لعدد من الخطوات اللي تمت في مصر اتخذتها الدولة المصرية، وبالتالي حدث هذا النجاح فيما يتعلق بزيادة الصادرات إلى العالم. ده صحيح يا فندم، وده يوضح زي ما حضرتك قلت كده ناحيتين. الناحيه الاولى انه كان في القطاع الزراعي المصري كان قطاع واعد، لكنه كان بينافس بشكل حقيقي غير عادل. الدول الصناعيه، الدول المتقدمه كانت بتدعم منتجاتها الزراعيه بشكل يعني حقيقي يعني مش عادل خالص، وده كان يعني واحد من اهم تعليقات الدوله المصريه والدول الناميه على في اتفاقات تحرير التجاره في الدوحه اللي بقى لها 10 سنين مش هتكمل الا لما يراعى مصالح الدول الناميه في قطاعها الزراعي، لانه زي ما حضرتك كده الدول المتقدمه بتدعم القطاع الزراعي بشكل لا تستطيع معه الدول الناميه المنافسه. اول ما الدعم ده اتشال في ظل كورونا، المنتجات الزراعيه الاجنبيه بدات تواجه صعوبه جدا في مواجهه المنتجات الزراعيه المصريه، ودخلنا اسواق لاول مره ندخلها زي حتى اسواق مصدره للمنتجات الزراعيه والموالح زي مثلا السوق الاسباني، دخلنا اسواق كانت يعني صعبه علينا جدا ندخلها زي اسواق غرب اوروبا وهكذا. ليه؟ لانه المنافسه بقت عادله في السوق. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه
ده يقول ان قطاعات الضوء احسن حضرتك عشان تنقل السلع الزراعيه. ده مش بس معناه ان احنا زرعناها، لا، ما هو ممكن تتزرع وتفضل موجوده في الحقل او تفضل موجوده في الثلاجه، لكن ده معناه ان احنا قطاعات اللوجستيه كلها بتاعه الدوله المصريه كانت شغاله، قطاعات التخزين شغاله، قطاعات النقل شغاله، قطاعات المواني شغاله. وده معناه ان الدوله المصريه كانت بكامل تروسها الاقتصاديه كانت بتدور في ظل العالم كله ما كان متوقف. ما سمعناش عندنا عن توقف للمواني، ما سمعناش عندنا عن توقف للمطارات، ما سمعناش عندنا عن اضرابات لعمال. وده يقول ان احنا الدوله المصريه بتحظى باستقرار اقتصادي رائع جدا، لدرجه ان احنا قدرنا يعني زي ما قلت لحضرتك كده ندخل اسواق كانت صعبه علينا في قبل كده، مش بس كده، نصدر في ظل الازمه ونحول اسطول الطيران بتاع مصر للطيران من اسطول الركاب الى اسطول النقل التجاري. وفي نفس الوقت السفن وحاملات البضائع بتاعتنا سواء البالك كاريرز او غيرها من الكونتينر كاريرز او جاي او غيرها بكافه انواع السفن تفضل مستمره في طريقها في طرق الملاحه بتاعتها شغاله جدا. سلسله التوريد كانت مستمره لم تتوقف عموما، سلاسل الامداد كلها. الامداد صحيح صحيح. طيب دكتور محمد، انا كنت في البدايه بتكلم على فكره انه اي مسار تجاه الاصلاح الاقتصادي بتنشده الدوله هو في النهايه مع نجاح واكتمال هذا المسار، او حتى مش لازم الوصول للاكتمال، احنا لسه كل يوم بنشتغل على حاجه جديده ولسه في ان شاء الله خطط كتيره اكتر واكتر كمان، بس حتى الاتجاه نحو هذا المسار مسار الاصلاح الاقتصادي ده في النهايه بيؤدي بطبيعه الحال الى التكامل مع الاقليم، مع الاقتصاد الاقليمي، وايضا الاندماج مع الاقتصاد العالمي. والنهارده الاقتصاد العالمي الحقيقه اصبح يعني له بوابات كثيره جدا جدا، ويمكن ياتي على راسها حتى افكار الاستدامه وتنميه الموارد والحفاظ على الموارد الحاليه. ازاي حضرتك بتشوف انه مع كل اللي احنا يعني اتكلمنا فيه حتى من خلال هذه الفقره وربما اطروحات اخرى كمان، ازاي ده ممكن يؤدي في النهايه الى تكامل مصر الاقتصادي اقليميا ودوليا؟ طيب يا فندم، هو احنا يعني بدايه كده البرنامج كان مطلوب بشكل ملح للغايه علشان نرجع نسوي وضعنا مع العالم. اولا احنا كان عندنا مديونات كبيره جدا للشركات بتاعت الطاقه اللي بتشتغل عندنا في مجال النفط والجاز، وكان عندنا اللي هي الغير مصريه يا فندم، اللي هي الشركات الغير مصريه قصدي حضرتك، الشركات الاجنبيه. وكان عندنا في نفس الوقت ضغوط ضخمه جدا بسبب ان احنا كان عندنا سعرين للدولار، كان عندنا ده بيخلي المستثمرين يحجموا تماما عن الدخول في السوق. كان لازم نعيد ربط نفسنا بالسوق العالميه بشكل واضح جدا، يا جماعه احنا عندنا سعر صرف واحده والسعر صرف دي موحده، الثمن اللي هتدخل بيه هو الثمن هتخرج بيه في الواضح كده. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، انا لما سهلت يعني حليت المشاكل الهيكليه في الاقتصاد بتاعي سواء منظومه الدعم سواء منظومه سعر الصرف سواء منظومه التضخم، بقى عندي جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره، سهلت عندي بقى المشروعات اللي تدخل مصر في سلاسل الامداد العالميه سواء في القطاع الصناعي او في القطاع اللوجستي. بقى عندنا مثلا مشروع زي المشروع القومي للتحول لمركز اقليمي لتداول الطاقه، ودوت يمد المفروض اوروبا وافريقيا واسيا بالكهرباء اولا عن طريق ربط كهربائي ما بيننا وما بين موضوع القطاع الطاقه بشكل عام. يا دكتور محمد، مصر نجحت فيه نجاح باهر واحرزت فيه زي ما الرئيس قال في وصفه، صحيح جابت فيه جون زي ما قلنا بنقول كده بالبلدي، خصوصا حضرتك وعلى فكرة حضرتك عارف ان كانت الديون المستحقه للشركات الاجنبيه تقريبا في 2013 او 14 تفوق 6 مليارات جنيه. الوقت احنا بنتكلم في عدد من الملايين فقط. مصر يعني دفعت وسددت كل المستحقات للشركات الاجنبيه، وبالتالي الشركات الاجنبيه عادت مره اخرى للسوق المصري في الاكتشافات وفي البحث وفي التنقيب وخلافه. ده صحيح يا فندم، يعني اقصى ما نتمتع به الان هو حقل زهر نتج اصلا بعد ما الدوله المصريه سددت مستحقاتها للشركات الاجنبيه اللي بعد كده وسعت استثماراتها وبدا يطلع عندنا حقل زهر وخلافه من الحقول اللي مستمره في الزهور، وبدا يبقى عندنا دلوقتي كمان تنقيب في البحر الاحمر بعد ما وقعنا اتفاقيه ترسيم الحدود مع المملكه العربيه السعوديه، واللي على اسرائيل كمان بقى عندنا ربط كهربائي مع المملكه العربيه السعوديه، وبقينا في المستقبل قادرين ننقل الطاقه من المملكه العربيه السعوديه الى اوروبا عبر الشبكه القوميه المصريه. بس هو مش بس اندمجنا في مجال الطاقه على فكره، حتى في مجال اللوجستيات بقى عندنا دلوقتي مشروع قومي للتحول لمركز اقليمي لتداول الحاويات في محور قناه السويس، والمنطقه الاقتصاديه لقناه السويس نفسها كمان بدات تجذب صناعات ومناطق صناعيه متخصصه زي المنطقه الصناعيه الروسيه اللي توقع اتفاقيتها في السنه الجاريه، يعني في شهر 10 وشهر 9.
وكمان بقى عندنا دلوقتي كلام على منطقه صناعيه بولنديه، وكان عندنا كمان على يعني كلام كل على قطاع من هذه القطاعات ماليزيه محمد بيحتاج مساحات كبيره نحن نتحدث عنها وفيها بالتفصيل تحديدا قطاع الطاقه وقطاع اللوجستيات وما احرزته مصر من تقدم ملحوظ في هذين القطاعين بالاضافه طبعا الى قطاعات اخرى. دكتور محمد شادي البحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله. شكرا ليك يا دكتور، وحقيقه مهم قوي همام ان احنا كل فترة كده ناخد نظرة يعني كاملة عن الاقتصاد المصري. صحيح. وأنا دايما الحقيقة بقول إنه أصل الاقتصاد حاجة تقيلة، يعني إن حضرتك تفهم اقتصاد ده حاجة تقيلة جدا ومهمة جدا وتعرفك حاجات كتيرة قوي. فأنا دايما أقول إنه مش لازم أكون خبيرة اقتصادية، بس على الأقل أفهم، حتى مش لازم أبقى حافظة المؤشرات والأرقام وكم في المية وده زاد وده قل، مش لازم برضو ده، بس على الأقل نبقى فاهمين الدولة ماشية فين وماشية في أنهي اتجاهات، وبنفتح أبواب قد إيه في مجالات تانية كثيرة جدا. صحيح. لما نتكلم عن أن مصر نجحت في قطاع الطاقة على سبيل المثال وعشان نبسط ده للجمهور بشكل واضح، في 2013-2014 وربما قبل ذلك كنا بنتكلم أن في مفيش أو كنا بنعاني من نقص الكهرباء في بيوتنا احنا بشكل شخصي، يعني كنا بنعاني ان الكهرباء بتقطع 3 و4 و5 و6 ساعات في اليوم. دلوقتي او بعد سنه تقريبا في 2015 لما الدوله تبنت خطه عاجله لامداد الكهرباء لمحطات الكهرباء بشكل كامل، الموضوع ده انتهى تماما. قيس على ذلك فيما يتعلق بالبنزين والسولار في محطات الوقود المختلفه، ده فيما يتعلق بقطاع الطاقه. في قطاع اللوجستيات بشكل واضح في ازمه كورونا ما كانش في رف في اي سوبر ماركت كبير في مصر، كان فاضي، كل السلع الاساسيه كل المنتجات اللي احنا عاوزينها اللي حضرتك عاوزها كانت موجوده، ده بفضل ان في سيستم في مؤسسه لقصه اللوجستيات لوصول هذه الموارد لوصول هذه السلع لحضرتك المستخدم في اي محافظه وفي اي مكان. عموما موضوع الاقتصاد موضوع كبير وفي قطاعات مختلفه ونقدر نتكلم عنه ولابد ايضا نتكلم عنه ونفرد مساحات كبيره ان شاء الله من زوايا اخرى كثيره جدا، لكن خلونا دلوقتي نترك الاقتصاد جانبا ونذهب الى القوى الناعمه ونذهب الى السينما ونتكلم عن ذكرى ميلاد واحد من اهم واجمل واشطر واروع مخرجي السينما المصريه، مش بس في جيله وإنما في أجيال كتيرة جدا. نتحدث عن المبدع عاطف الطيب. عاطف الطيب اتولد زي النهاردة في 26 ديسمبر 1947، هو بلدياتي من محافظة سوهاج وصاحب بصمة كبيرة جدا الحقيقة في صناعة السينما المصرية، لدرجة أنه وصف بأنه رائد السينما الواقعية. هو كان في مجمل أعماله أو في أغلب أعماله كان بيسلط طول الوقت الضوء على البسطاء، قدر يجسد ده كويس جدا. والسينما الواقعية، بس عشان لو حد يعني ممكن يسأل هي ايه السينما الواقعية، هو دايما حتى كان يقول لك انه المخرج الشاطر قوي الموهوب هو اللي ما يبينش نفسه في عمله، يعني هو تفاصيل عمله تظهر من خلال الكاركترز والشخصيات مع بقى المؤثرات التانية او العوامل التانية زي الصوت والإضاءة والصورة وحاجات تانية كتيرة جدا، لكن هي شخصيته برضو موجودة. يعني فاهم أنا عايز أقول إيه همام، واصلة الفكرة إنه شخصيته كمخرج هي موجودة في العمل بس مش بشكل مباشر. صحيح. عاطف الطيب هو أحد الأسماء اللامعة من المخرجين المصريين العظام والكبار اللي أثروا في السينما المصرية، أنتج العديد من الأفلام من الدراما عموما في السينما والتلفزيون، وبالتالي اسم عاطف الطيب كفيل إن يخلي الجمهور يتفرجوا على هذا الفيلم كغيره من أسماء المخرجين الكبار والعظام. لازلنا معكم مستمرين في هذا الصباح في الفقرة النقاشية الثانية لهذا الصباح في هذه الحلقة الزاخرة بالكثير من الفقرات النقاشية. من كم أسبوع كنا بنتكلم وكنا قلنا خبر ما يتعلق بافتتاح مسرح الدراما في مدينة الثقافة والفنون في العاصمة الإدارية الجديدة، وبعدها بكم يوم كنا بنتكلم عن افتتاح مسرح الموسيقى، وحتى كان في إحدى الفرق الفنية الكبيرة كانت موجودة في هذا المسرح. وقتها شفنا صور عديدة ومختلفة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي متعلقة بمدينة الثقافة والفنون، وشفنا هذا الكم من الفن حتى الفن المعماري في هذه المدينة. في أكثر من ملمح فيما يتعلق بهذه المدينة. الملمح الأول زي ما أنا قلت الفن المعماري الموجود في مدينة الثقافة والفنون، بينما الموضوع الآخر والملمح الآخر هو سرعة إنجاز قبلة الفن الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. لما بنقول أن مصر هي قبلة الفن والفنانين والأدب
والقوة الناعمة، فلا بد أن نذكر دار الأوبرا المصرية، لابد أن نذكر هذا الكم الكبير والقدر الكبير من الموسيقيين والعازفين والفنانين والممثلين وغيرهم من سلاطين الفن في الوطن العربي ربما وفي العالم. خلال في هذه الفقرة النقاشية نتحدث بشكل أكثر تفصيلا عن مدينة الثقافة والفنون، وينضم لنا في هذا الاستوديو المهندس أحمد الدالي وهو مدير مشروع دار الأوبرا بالعاصمة الإدارية. أهلا بحضرتك باشمهندس. أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل والجمال. لو تسمح لنا قبل ما نتكلم مع السادة المشاهدين ونشرح لهم ونتكلم أكتر عن جمال ورونق وتميز وتفرد مدينة الثقافة والفنون إن شاء الله بالتفصيل مع حضرتك، خلينا الأول نعرف أو ناخد فكرة عامة عنها، ما هي هذه المدينة، ما الذي تحتويه، مساحتها، تقسيمتها، يعني ادينا نظرة شاملة عنها الأول لو سمحت. طيب خلينا نتكلم عن المدينة ككل. هي المدينة مكونة من جزئين، أوكي، مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة. حلو. دار الأوبرا هي البلك اللي في المدينة كلها، هي قلب المدينة. كويس. مدينة الفنون هي اللي على جوانب الأوبرا يمين وشمال، ميرور من بعضهم. حلو. مدينة الفنون عبارة عن مكتبة يترأسها مدينة الفنون الجنوبية المكتبة، ومدينة الفنون الشمالية متحف عواصم مصر. فهي مكونة من إيه؟ مكتبة ومتحف، وراهم مراسم، جاليريهات، جرافيك ستوديوز، إيه تاني؟ مناحت. في عندنا سمبوزيوم، منطقة سمبوزيوم. عندنا طبعاً الكلام ده كله مع سينما وثائقية ومبنى موسيقى معاصرة، بيت العود، مسرح مكشوف بيضم 15000. علشان نتخيل حجم ومساحة المدينة، هي مساحتها 127 فدان. ما احنا مش مهندسين فاحنا ايه ما ندركش ال 127 فدان، لكن في نفس مساحة دار الأوبرا الموجودة حاليا في وسط القاهرة ولا اكبر؟ لا انا ما اقدرش يعني اقارنها بدار الأوبرا لانها طبعا شكل مختلف تماما، تقسيمة مختلفة. طبعا تقسيمة مختلفة، فلا هي مساحة ضخمة جدا. لو احنا هنحسبها بالمتر المربع هي 533000 متر مربع. مساحة كبيرة، يعني هي 127 فدان فبتضرب في 4200 فهي 533000 متر مربع. طيب. اللي حضرتك بتقوله ده لما سمعنا زي وصف كده عام من قريب، من كام سنة، صغيرين قوي انه ده هيتعمل، قلنا هايل وجميل بس ده محتاج له مثلا 10 سنين عشان يتبني. النهاردة احنا ده شفناه وخلاص بدأنا حتى نحضر ايفنتس فيه واحتفالات فيه، وبدأت يحصل فيه احتفالات بتتصدر للعالم، يعني العالم كمان بيتابعها معنا وبيشوفها. الوقت ده ازاي حصل والمشروع ومين اللي اشتغل اكتر؟ وكلمنا لانه احنا حتى قبل ما نكلم حضرتك على طول كنا نتحدث عن الاقتصاد المصري وفكرة اشراك الايادي المصرية في كل مشروع جديد الدولة بتشتغل عليه. خلينا نتكلم اول حاجة دي الارادة المصرية، يعني ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا المشروع تقريبا شغال 24 ساعة، شيفت بيسلم شيفت علشان نقدر نوصل للصرح اللي انتوا شايفينه ده. كلها اشتغلت ايادي مصريه في الموضوع from A to Z. في نفس الوقت احنا وصلنا لمرحله كان عدد العاملين جوه المشروع 13000 مهندس وعامل. يعني زي ما طبعا مش كلهم في نفس ذات اللحظه، بس ده يعني شيفت بيسلم التاني بيقف عند مرحله معينه والتاني بيخش يكمل وراه. على مدار دلوقتي 3 سنين وشوية اهو وصلنا للشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبدأنا كمان نعمل حفلات. احنا دلوقتي في المراحل الأخيرة، فضلنا طبعا القاعة الرئيسية اللي هي الكور بقى بتاع هي الأوبرا، قاعة الأوبرا الرئيسية. خلاص هي في الفاينل تاتشز بتاعتها. بس هي الفكرة كلها، علشان انت تعمل مشروع بالحجم ده في أي مكان في العالم انت محتاج زي ما حضرتك قلتي من شوية فيما يقارب 10 سنين علشان المساحة دي كلها تطلع بنفس الكواليتي اللي احنا شغالين بيها. احنا شغالين على أحدث المعايير العالمية والمواصفات العالمية. باشمهندس، كل تصميم معماري ليه فلسفة، ليه رؤية. شفنا في الصور اللي احنا بنشوفها حتى دلوقتي على الشاشة نموذج بيجمع بين الحضارات المختلفة اللي مرت على مصر في التصميم وفي الإبداع الهندسي. كانت ايه الفلسفة تحديدا في تصميم مدينة الثقافة والفنون؟ أقول لحضرتك، هي الفكرة كلها في التصميم هو التصميم الكورنثي، أو خلينا نقول بشكل أوضح شوية علشان الناس تفهمنا، التصميم الكلاسيكي. وفي نفس الوقت ده اللي بيبقى مربوط دايما بالفنون والثقافة. يعني هو جاي من الإغريق أو اليونان، فدايما كان الفلاسفة أو الحاجة دايما تلاقي العمود اللي فيه التاج من فوق. فهو ده في نفس الوقت كنا محتاجين نربطه مع الشكل المودرن اللي هم الجلاس بوكسز اللي حضرتك شايفهم.
في نفس الوقت التصميم بقى من جوه مختلف تماما عن من بره، فبربط ما بين الكلاسيكية والمودرن في نفس الوقت، فبدي الانسيابية اللي حضرتك شايفها في الشكل ده. عايزين نتكلم حضرتك برضو عن المكتبة الموجودة في مكتبة في العاصمة. مكتبة العاصمة لما بنيجي نتكلم على فكرة إنشاء مكتبة جديدة بيبقى طول الوقت عايزين نعرف إيه اللي ممكن يبقى مميز فيها مش موجود عندنا في مكتبة الإسكندرية مثلا، وهي عملاقة أيضا وليها ريكورد حتى على مستوى العالم. يعني إيه الجديد؟ وبرضو كلمنا عن الديزاين الخاص بيها. هقول لحضرتك دلوقتي المكتبة كمساحة هي 10,000 متر مربع. أوكي. هي مش عبارة عن مكتبة بس، هي مكتبة وملحقات المكتبة. ملحقات المكتبة، المكتبة الوحدة هي الجلاس بوكس اللي حيك شايفها، وملحقاتها هي بتتكون كلها من 6 قاعات قراية. عندي قاعتين فيهم الوثائق التاريخية وعندي كتاب وصف مصر واخد الكور بتاع قلب المكتبة اللي هو مفيش منه غير 5 نسخ أوريجينال في العالم كله. وفي نفس الوقت عندي ملحقاتها مكتبة طفل، عندي كيدز بلاي جراوند، عندي كيدز اريا اللي هي يعني مكتبة طفل وانترتينمنت وكيدز بلاي جراوند، وعندي صالون ثقافي. في نفس الوقت في مطاعم في حواليها بحيث ان هي تخدم على المكتبة او زوار مرتدي المكتبة. دي نقطة. النقطة التانية هي مش فكرة مكتبة ان انا اخش اقرا بس، هي هيبقى فيها ديجيتال ان انا ممكن اجي ادخل، بيبقى فيه كتب ساعتها غالية جدا على ان انا اشتريها، ممكن اجي اقعد في المكتبة اقراها بالظبط، او ان انا ادخل باللابتوب بتاعي واخد الباسكود بتاع المكتبة واقعد يعني ديجيتال رايت ديجيتال ريدنج بدل ما انا اخد الكتاب في ايدي. وممكن اعمل برو منها في نفس الوقت للكتاب منها وارجعه تاني. فهي الفكره كلها ان هي هستخدم الوسائل الالكترونيه مع المكتبه ذات نفسها. حضراتكم كنتوا في هذا الموقع وهو صحراء، كانش فيه اي حاجه، كانش فيه اي طوبه. ده حقيقي. ودلوقتي احنا بنتكلم عن مدينه للثقافه والفنون بجمالها وبديكوراتها وتصميمها المعماري المتميز. شعوركم انتم كعاملين ومهندسين في الموقع، لا سيما ان كلكم مصريين وبتبنوا بلدكم، بتبنوا مدينه جديده. هو اي مشروع بالنسبه لاي مهندس هو زي ابنه، يعني انت بتبدا فروم سكراتش، بتبدا تحط طوبه لحد ما توصل للشكل اللي حضرتك شايفه ده. فلا هو موضوع احساس ما يعني الواحد ما يعرفش يوصفه. كانك انت مبسوط باللي انت وصلت له ده بعد مجهود. عارف الواحد لما بينجح في حاجه او لما بيحقق حاجه بيبقى مبسوط ان هو وصل للمرحله دي بالانجاز اللي وصل له، وبينسى التعب اللي هو عدى بيه. صحيح. فده بيبقى احساسنا كلنا في حاجه زي كده، زي يوم فيينا في الهارمونيك في قاعه الكونسرت. احنا استضفنا حدث عالمي عندنا، يعني عشان اصلا تحجز مع فرقه زي ديت انت بتاخد وقت كبير جدا. فده كان يعني الحمد لله طبعا توفيق من ربنا والحظ خدمنا ان احنا كنا جاهزين ان احنا نستقبلهم في الوقت ده. فبعد ما بتشوف الانجاز ده انت بتنسى التعب اللي انت عديت بيه في الوقت ده، لانه خلاص انت شايف نتيجه مجهودك ومجهود بالزبط. كل الناس اللي معاك موجوده على الارض. طيب احنا معانا عرض او انفوجراف في مجموعه من المعلومات المهمه جدا عايزين نعرضها للساده المشاهدين عن مدينه الفنون والثقافه بالعاصمه الاداريه الجديده. Thank you.
رجعنا تاني مع حضراتكم، والمعلومات اللي شفناها دي يمكن أغلبها كان بيلخصها المهندس أحمد الدالي. مكتبة اسكندرية كمان من ضمن التصميم أو من ضمن خصوصية التصميم اللي فيها باشمهندس، كنت حضرتك مجدة أنا عشان عمال أتكلم أقول هتبقى يعني زي مكتبة اسكندرية في إيه؟ هتبقى فين من مكتبة اسكندرية؟ بتبقى عندك كذا حاجة تفرح بيهم، بتحب دايما تدي أمثلة بيهم. مكتبة العاصمة حضرتك كنت بتذكر لنا بعض التفاصيل المميزة جدا فيها خارج الهواء، واستأذننا حضرتك كمان تقولها للسادة المشاهدين لأن هي في منتهى الأهمية. احنا عندنا دلوقتي الجلاس بوكس ده كانت فكرته مميزه جدا، ان هو معمول من الكريستال كلير، الازاز بتاعه طبقتين بحيث ان هو لما بيتخبط او حاجه ما بيتكسرش ويقع على الارض طبعا، لان ده نوع من انواع السيفتي، هو بيتسرطن يعني بياخد شكل كانك خبطتي الازاز فبيتسرطن ما بيتكسرش، ومربوطه بسبايدر سيستم وراها بحيث ان هي تبقى يعني إلاستيك مع الزلازل والهواء، فتاخد وتدي مش تقع مرينة. اخيرا في رقم معين محدد، المسرح الموجود في العاصمة الإدارية بيستوعب قد ايه؟ انهي مسرح فيه؟ قولي اعلى مسرح. عندنا المسرح المكشوف ده او الدور ده 15,000، القاعة الرئيسية 2153. باشمهندس احمد الدالي المشرف او احد المشرفين على مشروع دار الاوبرا بالعاصمة الادارية، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الصباح، ومبارك لحضرتك ومبارك للشعب المصري وجود هذه المدينة. تسلم الايادي حقيقي لكل الشباب المصريين ولكل كل بني ادم اشتغل في الانجاز الكبير ده، تسلم الايادي حقيقي. وجود مدينة تعكس وتعبر فعلا عن القوة الناعمة لمصر. يا صباح الفل والجمال على حضراتكم. لما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون في جوله، بيروح جوله محافظه من المحافظات، بيكون في كده لقطات ومشاهد كتير قوي، والفكره ما بتبقاش بس فكره انه رئيس الجمهوريه بيلف او راح يزور قريه وقف سلم على بعض المواطنين وخلاص، بيبقى بجد حقيقي كل لقطه فيها حاجه بنحاول نفهمها، لانه ده دلاله على انه ازاي الدوله المصريه بتفكر، ازاي بتحاول تسمع المواطنين ومشاكلهم، بتفكر في ايه للفتره الجايه. امبارح لما كان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقوم بجوله تفقديه في قريه المراجده في مركز الوقف في محافظه قنا، كان بيتابع تنفيذ مشروعات المبادره الرئاسيه لحياه كريمه لتنميه الريف المصري. في الجولة الرئيس تفقد مجمع خدمات المواطنين في القرية، المجمع ده مجمع خدمات المواطنين بيخدم 55,000 نسمة، وبعدها تفقد مجمع الخدمات الزراعية وزار نقطة الإسعاف والوحدة الصحية في القرية، وبرضو توجه إلى مكتبة حياة كريمة. وأنا كانت أول مرة أسمع اسم أو كلمة مكتبة حياة كريمة، دي أول مكتبة بيتم إنشائها ضمن مشروع مكتبات حياة كريمة في محافظات الصعيد. طيب يعني كل وقفة من دول إيه ملامحها وإيه الحاجات اللي تم إنجازها بالفعل على أرض الواقع؟ دي كلها حاجات بعد ما سيادة الرئيس بيخلص زيارته إحنا بنسعى طول الوقت إن إحنا نتكلم عنها أكتر ونفهمها أكتر ونقدم المعلومة لحضراتكم أكتر. خلونا ناخد هاتفيا معانا عبر كاميرا أكسترا نيوز سيادة اللواء أشرف الداوي محافظ قنا. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك، أهلا بيك في هذا الصباح. أهلا وسهلا سيادة اللواء. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. زي ما كنا بنتكلم بالأمس، السيد الرئيس كان موجود في محافظة قنا ضمن فعاليات أسبوع الصعيد، كان قبل كده موجود في أسيوط، والنهاردة موجود في أو امبارح كان موجود في قنا، وهينتقل حتى لعدد من المحافظات الموجودة في الصعيد. منا كانت بتتكلم عن أن في عدد من المشروعات اللافت للنظر السيد اللواء أن هذه المشروعات ليست مقتصرة فقط على البنية الأساسية والتحتية، لكنها معنية أيضا إلى جانب ذلك ببناء الإنسان، بثقافة الإنسان، بنشر الوعي في المجتمعات بشكل عام. يا سيادة اللواء حدثنا عن زيارة السيد الرئيس بالأمس لقنا وعدد المشروعات اللي تم افتتاحها. خليني أقول لحضرتك، طبعا احنا شايفين أن الصعيد بيشهد اهتمام بالغ من الدولة المصرية الحديثة، وطبعا مليارات بتضخ داخل محافظات الصعيد وبالاخص محافظه قنا. يعني يكفي اقول ان احنا في 7 سنوات الماضيه ما يقرب من حوالي 52 مليار جنيه اتضخوا في مشروعات كبرى، الحقيقه غيروا شكل الحياه من البنيه التحتيه زي ما حضرتك قلت، ومن تنميه صناعيه وتنميه اقتصاديه، والحقيقه في كل الملفات.
يعني لو قعدنا نتكلم هناخد العديد، لكن خلينا نتكلم على زياره فخامه الرئيس لمحافظتنا. طبعا هي بدات الاول باسيوط اسبوع الصعيد، وكان في افتتاحات تخص محافظتنا، كان في افتتاحات تخص مياه الشرب والصرف الصحي، وكان برضو اثناء الزياره في محافظتنا كان في افتتاحات تخص محور قوس نقاده، وان شاء الله في الفتره القادمه عندنا افتتاحات لمدينه ذكيه من الجيل الرابع داخل محافظتنا. فده لو مسكنا الثلاث ملفات دول بس وتكلمنا عنهم، يكفي نقول ان احنا في الملف الاسكان محافظتنا تم انشاء فيها اكثر من 24000 وحده سكنيه، مدن حديثه، مدن جديده، زي ما قلنا ان شاء الله هنفتتح مدينه غرب قنادة من الجيل الرابع، يعني مدينه صديقه للبيئه، مدينه قادره على مواجهه التغيرات المناخيه الحاده، وبالتالي احنا بنتكلم على يعني احدث نوع من انواع المدن بيتم في صعيد مصر. حاليا نفتحنا القادم ان شاء الله حوالي 720 وحده بتكلفه حوالي 151 مليار، انما الملف ده كله تكلف ما يزيد عن 8 مليار من سنه 2014. برضو عندنا الملف اللي اتفتح في اسيوط، كان عندنا البنيه التحتيه من المياه الشرب والصرف الصحي، وانها كانت فيها مشكله كبيره جدا في فترات سابقه، يعني كنا بنتكلم في صرف 7%، احنا حاليا الحمد لله يعني معدلات عاليه جدا، انفقنا ما يقرب من 6 مليار، حوالي 67 محطة مياه شرب وحوالي 36 محطة صرف صحي. حضرتك بتتكلم ست اللي هو الوضع السابق كان 7% تغطية الصرف الصحي في المحافظة. بالظبط. دلوقتي احنا وصلنا في مياه الشرب 99% والصرف الصحي حوالي 85%. انتهى حياة كريمة هيبقى 100% كرة وكفور ونجوع محافظتنا هتبقى كلها بنية تحتية كاملة إن شاء الله. عندنا برضو الملف اللي هو الطرق محور قوس نقاده، طبعا الملف ده الدوله اهتمت بيه جدا، عندنا 380 طريق انشئ جديدا وازدواجات، عندنا ما يقرب من حوالي 600 كيلو يعني 573 كيلو بالظبط تم رصفهم داخل المدن. طبعا محطات بتتطور، كباري بتعمل عشان اعاده سكه الحديد، الدوله انفقت ما يقرب من 6 مليار. طبعا ما بتعملش دلوقتي المنشآت زي ما احنا شايفين كده، بتبقى منشآت مجرد انها طرق، يعني محور قوس نقاده اللي تفضل فخامه الرئيس فتحه امبارح، المحور ده محور تنمية، بمعنى انه محور طبعا اولا هو بيربط كل الطرق الطوليه في محافظه قنا، طرق الصحراوي الشرقي اللي هو من القاهره لحد اسوان، والصحراوي الغربي والزراعي الشرقي والزراعي الغربي، بيربط المناطق الصناعيه اللي موجوده داخل محافظه قنا بالمواني في البحر الاحمر الموجوده في نجع حمادي ومدينه افط، برضو المناطق الحرفيه. فهو الحقيقه ان شاء الله في المستقبل هيبقى يعني مركز ثقة لمنطقة مثلث الذهب إن شاء الله لما تبدأ العمل فيها. فكل دي محاور تنموية، مش بس كده، طبعا الدولة بتهتم ببناء الإنسان وتنمية قدراته وإن هو يقدر يواكب العصر، زي ما احنا شفنا افتتاح مكتبة امبارح، واحنا عندنا كمان مكتبة إن شاء الله عامة داخل العاصمة بتنشأ وهتنتهي إن شاء الله في خلال شهور بسيطة جدا، ودي مكتبة ضخمة لأبناء هنا، عشان طبعا اهتمام جدا بالملف الثقافه والفكر وتنميه الفكر، ده شيء مهم جدا للدوله طبعاً. المصريه الحديثه طبعا ما فيش احسن لتحصين اولادنا من اي افكار شاذه او من اي حاجه يعني غلط، ما فيش احسن من تحصينهم بالقراءه والثقافه يا فندم. طيب سياده المحافظ، حضرتك كنت موجود في الجوله امبارح في وجود السيد الرئيس، ايه التعليقات اللي قالها؟ انت حسيت انطباعاته ايه لما شاف بعينيه على الارض بقى اللي هو مكلف بيه من فتره ان هو يتعمل ومتابعه طول الوقت؟ انت يعني عايز ايه، طلب ايه زياده ان هو يتعمل؟ طبعا فخامه الرئيس اهم شيء بيهمه هو رضاء المواطن، ودي اهم حاجه ان المواطن يعيش في حياه كريمه تليق بيه. وطبعا زياره سيادته امبارح اكدت فعلا ان المواطن الحمد لله رب العالمين، يعني احنا بنتكلم في قريه المراجده، بنتكلم يعني في 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 اولا مجمع خدمات زي العاصمه الاداريه بس على شكل مصغر، المواطن في القريه بدل ما يروح العاصمه او يسافر للقاهره دلوقتي جوه القريه بتاعته مجمع خدمات فيه كل الخدمات اللي محتاجها، يعني في شهر عقاري، في سجل مدني، في تموين، في تضامن، في برضه الوحده المحليه، في مركز تكنولوجي، والمركز التكنولوجي احنا بنتكلم دلوقتي على ان احنا الدوله بتفكر بتفصل طالب الخدمه عن مقدمها، وطبعا ده بيخلي بنأدي خدمه متميزه للمواطن، وبشكل اوجد حته الفساد طبعا، الفساد المالي والاداري طبعا خلاص طبعا. برضو عندنا كمان زي ما شفت حضرتك عندنا مجمع زراعي، وده بيقدم خدمات للفلاحين والقائمين بالزراعه، وطبعا في منطقه لتجميع الالبان من القريه، وده عشان نقدر ننمي موارد القريه ونعمل تنميه اقتصاديه داخل القريه.
وطبعا ده فكره حديث عندنا كمان تنميه الاسره، وده يعني قرب على الانتهاء، ده في مراحله الاخيره. عندنا طبعا سيادته فخامته امبارح افتتح وحده صحيه على احد الطراز، فيها عياده الاسنان وفيها كل التخصصات، تعمل 24 ساعه وهي الحمد لله من امبارح بتعمل ومكمله ان شاء الله. عندنا وحده اسعاف برضو بعربيات دواعي انقاذ الحياه، يعني احنا بنتكلم على عربيات بامكانيات عاليه جدا، طبعا غاليه جدا، في قرية المراجدة، وإن شاء الله مش في قرية المراجدة بس، قرية المراجدة دي أول قرية على مستوى الجمهورية تفتتح في حياة كريمة، لكن كل قرى ونجوع محافظة إنا وكل المحافظات تصلها هذه الخدمات اللي احنا شغالين فيه بمعدلات طيب. عالية جدا. بس هسأل حضرتك سيادة المحافظ، لما حضرتك بتقول إنه مجمع الخدمات اللي تم افتتاحه هو أشبه بالعاصمة الإدارية ولكن بشكل مصغر، ممكن أستأذن حضرتك بس تشرح لنا إزاي؟ من قلت حضرتك هو المواطن كل الخدمات اللي هو بيحتاجها فيها موجوده، يعني زي يعني العاصمه الاداريه فيها كل شكل يعني رقم يعني وجود الخدمات كلها تحت سقف واحد. تمام طيب صحيح سياده المحافظ علشان نفهم وندرك ونعرف اهميه ما يتم تحقيقه وانجازه على ارض الواقع لابد ان ننظر الى الوراء قليلا، الى الماضي، ومش الماضي قوي يعني في خلال او قبل 7 سنوات و6 سنوات. حضرتك ذكرت رقم مهم وان تغطيه الصرف الصحي في محافظه إنا كان لا يتجاوز 7% من 7 سنوات، مش من بعيد قوي، دلوقتي احنا بنتكلم على 89%. صحيح. هو رقم مهول. صحيح. ورقم كبير، ويعني تم بناء على مجهود. صحيح. ضخم من قبل المحافظه او من قبل مؤسسات الدوله بشكل كامل. في ذات الاطار موضوع حياه كريمه، قرى حياه كريمه، احنا كنا فين وبقينا فين؟ عدد القرى اللي تم ادخالها تحت مظله حياه كريمه، ربما في المرحله الثانيه كل قرى الصعيد هتدخل بما فيهم طبعا هنا هتدخل تحت مظله حياه كريمه، وبالتالي يتم الانتهاء من كل قرى محافظات الصعيد خلال اعوام قليله لم يكن عام واحد. يعني ده صحيح طبعا، انا زي ما ذكرت في الاول الصعيد الحقيقه كان مهمش، واحنا ما بنحرجش نقول كده لان ده كان واقع، يعني احنا يعني كان مشاكل كتير جدا، كان مشاكل صحيه نتيجه برضو عدم وجود صرف صحي ومياه الشرب، برضو كانت المناطق الصناعيه والمناطق الحرفيه برضو ما كانش فيها الاهتمام الكافي، وبالتالي ما كانش فيها المصانع الكافيه، يعني كل حاجه طبعا كان فيها شويه برضو نوع من يعني التقصير وكده. انما الحمد لله رب العالمين، احنا بنتكلم دلوقتي 52 مليار انفقوا داخل محافظه إنا في 7 سنوات، رقم كبير جدا، رقم يعني احنا موازنه المحافظه قلت قبل كده كانت حوالي من 300 ل 400 مليون، ده اقصى حاجه كانت بتيجي المحافظه. انا بس كمحافظ انا السنه دي بصرف حوالي 2.7 مليار، غير مديريات الخدمات بنوصل لحوالي 8 مليار. يعني الاستثمارات الحكوميه اللي كانت توصل للمحافظه كان لا يتجاوز 300 مليون. دلوقتي احنا بنتكلم 2.7 مليار. من 300 ل 400 مليون. لا ده للمحافظ والمراكز المدن، مراكز المدن الموجوده معاه، لكن بقيه مديريات الخدمات في المحافظه بنصل ل 8 مليار. 8 مليار يعني كم ضعف ده؟ اضعاف 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 مضاعفه يعني. بالظبط، اضعاف طبعا، ما فيش مقارنه، ما فيش وجه مقارنه خالص، فده يقول مدى اهتمام الدوله بالصعيد، وان فعلا الصعيد اهتمام بالغ، والحمد لله. يعني انا عايز اقول بعد انتهاء حياه كريمه ان شاء الله هيبقى يعني قرى ونجوع وكفور محافظة إنا زي العاصمة بالظبط، بل قد يكون أحسن في بعض الملفات، لأن إحنا ما زال بعض ملف في بعض حاجات لسه محتاجين نشتغل فيها في العاصمة وفي المدن الكبيرة في الحضر، يعني هتخلص في القرى إن شاء الله قبل المدن، وبالتالي ده هيوفر الأهم من ده ومن ده. الدولة كمان مش بتشتغل على ملف على اتجاه واحد، إحنا بنعمل إحنا رؤية الدولة إحنا مصر 2030. نعم. وهو ده الهدف الرئيسي، إن إحنا في 2030 نعم. إن شاء الله نبقى دولة إن شاء الله يعني الجمهوريه الجديده باذن الله. باذن الله كل ده احنا الدوله بتاسس لكده يعني. فاحنا عشان كده الدوله اهتمت. خلي بال حضرتك احنا ليه بداوا بمحافظه زي إنا وزي سوهاج؟ كنت عايز اسال حضرتك كان ترتيبهم 26 و27، وكان يعني احنا بناخد بدانا بالاصعب او اللي يبدو اصعب. صحيح صحيح صحيح، وبنعمله نموذج، يعني بدانا بالاصعب وبنعمله نموذج، فهي دي يعني خدنا الخطوه الصعبه مش الخطوه الصعبه. على فكره هو ده توصيل رساله مباشره جدا، انه احنا بدانا بالاصعب بس الحمد لله شوفوا بالاراده الحقيقيه وبالشغل بجد الاصعب ده بقى ممكن وبقى متاح، فان شاء الله اللي جاي كمان هيبقى يعني قريب جدا. طيب احنا كنا في بدايه الحلقه بنتكلم قبل ما نتشرف بمداخله حضرتك سياده المحافظ عن فكره توفير فرص العمل للشباب في مصر عموما، وبنتكلم على الاصلاح الاقتصادي وتداعياته او انعكاساته على انخفاض معدل البطاله. انا مع كل المشروعات اللي احنا بنشوفها دي
الافتتاحات، الحاجات اللي بتحصل، الايادي المصريه وايادي الشباب المصريين ولادنا في الصعيد اللي بيشتغلوا فيها، اكيد ده كمان كان ليه تاثير كبير علينا. لو ممكن حضرتك تكلمنا عن فكره توفير فرص العمل، اشراك الشباب، استقبال المحافظه لمشروعات لافكار، ممكن الشباب طول الوقت حضرتك عارف عندهم طاقه عايزين ينطلقوا ويكسروا الدنيا ويعملوا افكار جديده، ازاي يا فندم بنتعامل مع هذه الافكار ومع هذه الطاقات؟ الاول بس خلينا نطمن حضرتك، تبقى للتقرير الاخير للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء قال ان انا انخفضت في 7 سنوات الماضيه من 11 ل 4.8، وده مؤشر يقول ان الفلوس اللي انفقتها الدوله الحمد لله في اتجاهها. معدل الفقر كان يمكن في العرض اللي فات كان حوالي 57%، محافظه هنا كما عرض على فخامه الرئيس احنا النهارده اخر تقرير بيقول ان هنا 41%، طبعا لسه عاليه لكن ان شاء الله طبعا بننزل بمعدلات عاليه جدا. ترتيب هنا في التنميه المحليه بعد ما كان 26 الحمد لله احنا دلوقتي بنتكلم في 16، يعني بدات تاخد مكانها بقوه داخل ما بين المحافظات. طيب توفير فرص العمل، احنا طبعا الدوله مهتميه زي ما قلت لحضرتك بكل الملفات. المناطق الصناعيه برضو ايضا كانت زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا منطقتين صناعيتين موجودين في محافظه هنا. كان في 2018 مش بالبعيد يعني كانوا نسبه الاشغال بتاعتهم يعني نقول ما بين 7-10 ماكسيمم 16 المنطقتين. احنا دلوقتي عندنا الحمد لله رب العالمين نتيجه اهتمام الدوله، الدوله بترفق المناطق الصناعيه داخل محافظه هنا بما يقرب من 3 مليار جنيه، مش ترفيق مياه شرب وصرف صحي، المنطقه الصناعيه بتستكمل بكامل الامكانيات والقدرات ونسب اشغالها ايه دلوقتي يا سياده المحافظ؟ شبكات الانترنت، الغاز الطبيعي ونسب اشغالها حاليا الحمد لله بفضل الله ارتفعت ل 45%. عندنا 270 مصنع دلوقتي، ده حوالي 10 اضعاف تقريبا العمل، منهم 98 10 اضعاف منهم 98 مصنع بيعمل فعلا وبينتج. وعايز اقول لحضرتك كمان احنا عندنا مصانع يعني درفله الحديد، عندنا مصانع بويات عالمي الماني، عندنا مش عارف بس اقول 20 اعلانات، عندنا مصنع للطاقه النظيفه الطاقه الشمسيه، يعني مش بس مصانع اغذيه او مصانع بلاستيك او كده، لا ده في عندنا كل التخصصات. لو هنتكلم عن الصناعه هنا في مصنع نجح حمادي طبعا من المصانع العتيقه والعريقه في الجمهوريه وبيتم تطويره صحيح بيتم تطويره بشكل مستمر، وهو من المصانع ايضا كثيفه العماله والمعنيه والمتعلقه بالالمنيوم. على اي حال سياده اللواء اشرف الداوودي محافظ قنا، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا في هذا الصباح، بنشكرك على كل هذه المعلومات. ولابد ان ننوه منا ان هذا جهد من قبل الدولة ومؤسسات الدولة، الدولة لا تفرق بين محافظة ولا محافظة، لا الصعيد ولا الدلتا ولا سيناء ولا مطروح ولا الوادي الجديد ولا غيرها من المحافظات. هذا ملمح من ملامح التنمية المستدامة في مصر، ان التنمية يتم توزيعها بشكل عادل بين كل المحافظات. تعرف انا اكتر حاجة عجباني جدا في كل اللي بيحصل ايه؟ فكرة المتابعة يا همام، ودي كانت حاجة للأمانة يعني لا ما كانتش موجودة عندنا زمان. متابعه بمعنى ايه؟ انه انت عندك القياده السياسيه طبعا في معلومات بتروح لها عندنا ايه، خططنا ايه، ممكن نعمل ايه، وما الى امكانياتنا ايه، مواردنا ايه، كل الكلام ده طبعا. وبعدين في تكليفات، التكليفات دي بتبدا على الارض فالناس بتشتغل، فسياده الرئيس بيروح بيبص على الحاجه بنفسه بيتكلم عليها وكل الحاجات دي. بس بعد كمان زياره سياده الرئيس لا، في طول الوقت في متابعه. ففكره المتابعه دي انه انا مش بعمل حاجه عشان اللقطه، انا بعمل حاجه عشان دي الحاجه المستدامه اللي قاعده معايا باذن الله لاهالينا، قاعده معايا لاهل المكان هنا، اهل بقى القريه، اهل النجع، اهل المحافظه ايا كان. ففكره المتابعه دي من العناصر، ومش غلط ان احنا نقول كده. لو في حاجه ما كانتش موجوده عندنا قبل كده وبقت النهارده موجوده، حلو جدا ان احنا نبقى عارفين انها موجوده صحيح. ونتكلم عنها. فكره المتابعه المستمره ما بعد بدء العمل دي مهمه جدا، لانه في الاصل بص يا همام، في المشروعات القوميه اللي زي مثلا الطرق والكباري، ما هو انت هتعمل متابعه ايه؟ ما احنا كمواطنين اللي بنتابع كل يوم بنتكلم على الاقليمي وبنتكلم على الدائري وبنتكلم على ده وبنتكلم على ده. بس المتابعه في قريه بعيده عننا احنا مش شايفينها قوي، ده المهم قوي صحيح. لانك انت شايف انه ده خلاص بقى موجود هناك وبشكل مستدام. فكره المتابعه او الرقابه بتحمل في طياتها في معانيها فكره التطوير المستمر. يعني لما منى كانت بتتكلم عن موضوع الطرق يبقى في رقابه ومتابعه لان هو يفضل زي ما هو بنفس الجوده بتاعته والكفاءه بتاعته، طول ما فيه هذه الرقابه والمتابعه فهو هيفضل بنفس الجوده والكفاءه طول الوقت. هنتكلم عن كل المشروعات في كل المحافظات. صحيح. يا اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. النهارده 26 ديسمبر ذكرى ميلاد فنان وسيم
شاطر مبدع ليه كاريزما خاصة جدا بيه وأطلق عليه دونجوان الشاشة المصرية. بنتكلم عن الفنان الكبير والقدير كمال الشناوي. كمال الشناوي كان في الجزء الأول من حياته لما بدأ يعني تمثيل كان طول الوقت بيطلعوه كده في دور إن هو الدونجوان الولد الأتراكتف الأمور ودوره بقى مع فاتن حمامة ومع شادية وكتير قوي. بس بعد كده بدأ يقدم ليه أو بدأ يسند ليه أدوار الشر وإن هو يبقى شرير ويبقى مش يعني. والحقيقة إنه أبدع في الحالتين يعني هو أبدع وهو دونجوان وأبدع وهو شرير برضه. صحيح احنا بقالنا 10 أيام منا بتكلم عن شبيه كمال الشناوي. النهاردة احنا عندنا مولد كمال الشناوي. لا شبيه رشدي أباظة. بجد مش كمال الشناوي؟ لا كان رشدي. يمكن يطلع لنا كمال الشناوي احنا كل شوية بيطلع لنا شبيه. في كل الأحوال كمال الشناوي ولد في 26 ديسمبر عام 1918 في السودان. حكي؟ لا خلاص. انتقل طبعا إلى المنصورة مع والده ومن المنصورة بدأت مسيرته الفنية. غني حرب هو أول أفلام كمال الشناوي كان عام 1948، أعقبه في نفس العام فيلم حمامة سلام وعدالة السماء. أدوار كمال الشناوي تنوعت ما بين الخير والشر والدراما والكوميديا في أكثر من 272 عمل طوال حياته. كمال الشناوي كان بيتسم طبعا بالوسامة وخفة الظل وحضوره الطاغي على الشاشة، وإلى ذلك من المقومات اللي منحته لقب دنجوان السينما المصرية. طيب النهارده كمان 26 ديسمبر، النهارده يوم حافل بذكرى الوفيات وذكرى يعني ذكرى الوفاة وذكرى الميلاد. النهارده بيحل ذكرى وفاة ملك العود الموسيقار فريد الأطرش. فريد الأطرش طبعا معروف عنه انه بينتمي الى عائلة الأطرش السورية، وهي عائلة من الأمراء طبعا ذات أصول نبيلة جدا في سوريا الشقيق. فريد الأطرش برضو يعني لما تتكلم عن الفنان صاحب الكاريزما هو كل حاجة فيه مختلفة، يعني هو صوته شكله طريقة أدائه مميز جدا في كل حاجة، حتى في تمثيله كان في قمة التميز. قدم عدد كبير من الأغاني والأعمال السينمائية، أعتقد كل الأعمال اللي عملها هي لسه لغاية دلوقتي حتى وإن كان عددها مش كبير نسبيا. صحيح. بس كل عمل فريد الأطرش عمله هو مازال موجود جدا لغاية دلوقتي. صحيح، ما زالت هذه الأعمال حاضرة في جمهور أو في جمهور المواطنين في مصر وحتى الوطن العربي. زي ما منا كانت بتتكلم، فريد الأطرش كان مختلف في كل شيء، مختلف في ألحانه، مختلف في صوته، مختلف في أدائه وفي تمثيله. طيب خلينا تفضلي منه. والله أبدا لا يمكن، معلش أستاذ روماني بعد إذنك، أستاذ همام لو سمحت. خلاص كلمة معاك يا فندم. طيب دلوقتي خلينا نروح للإدارة العامة للمرور. النهارده يوم الأحد وبداية الأسبوع المروري، خلينا نروح لزميلنا أيمن عماد وهو موجود في الإدارة العامة للمرور. صباح الفل أيمن. أيمن صباح الخير. صباح الخير يا عليك يا همام وعليك الصباح. صباح الخير عليك يا منى. بالفعل النهارده يعني بداية أسبوع، الجميع بيترقب الحالة المرورية، يعني الجميع خرج إلى أعماله في هذا اليوم، ولكن بشكل خاص من الإدارة العامة للمرور هنتابع مع حضراتكم يعني الحالة المرورية. لو هنبدأ حديثنا من هنا من أول طريق السويس في كلا الاتجاهين بيشهد سيولة مرورية في جميع الاتجاهات كما تشاهدون عبر الكاميرات المثبتة هنا يعني والشاشات التي تعرض من خلال الكاميرات المثبتة في الشوارع المختلفة. لو هنا من يعني الدائري من متجه إلى التجمع والراجع أيضا من التجمع إلى اتجاه أكتوبر، برضو أيضا الطريق بيشهد حالة أو سيولة مرورية بشكل كبير في كلا الاتجاهين. هنا يعني طريق الأوتوستراد الجميل بيتردد على هذا الطريق يعني نظرا يعني بيربط بحلوان وبيربط ايضا من الاتجاه الاخر الى مدينه نصر فيعني او والمعادي وكل هذه الطرق، فهذا بيشهد سيوله مروريه في كلا او في جميع الاتجاهات كما تشاهدون يعني عبر الشاشه التي المثبته هنا في غرفه العمليات. يعني لو هنتجه قليلا الى نزله المريوطيه في كلا الاتجاهين ايضا بتشهد سيوله مروريه في هذا التوقيت، وبالرغم من النهارده الحد ولكن هناك سيوله مروريه كبيره في هذه المنطقه بشكل عام. هنا يعني نزله البحر الاحمر البحر الاعظم يعني في القادم من التجمع او المعادي الى السادس من اكتوبر بيشهد سيوله مروريه كبيره، واما العاده او الذاهب من اكتوبر الى طريق التجمع والمعادي بيشهد يعني كثافه مروريه نسبيه متوسطه في
هذا التوقيت، وهنا يعني نزلة البحر الأعظم التي تم إغلاقها يعني منذ عدة من حوالي كم أسبوع لعملية التوسعة التي تجرى في هذه المنطقة بشكل عام في هذا التوقيت. وبنوه مرة أخرى اللي قادم من منطقة المعادي أو متجه إلى كان يريد أن يسلك هذه النزلة أو ينزل نزلة البحر الأعظم بيلف من ناحية المريوطية مرة تانية ويرجع وينزل نزلة المنيب عشان ياخد طريقه مرة تانية. هنتكلم هنا عن يعني أعلى كوبري يعني ده هذه المنطقة ده رود المحور رود الفرج يعني امتداد يعني كوبري تحيا مصر اللي بيشهد ايضا سيوله مروريه كبيره. يعني في هذا التوقيت معظم يعني المناطق في القاهره بتشهد سيوله مروريه كبيره في هذا التوقيت. جهد كبير بيبذل من الاداره العامه يعني للمرور للوقوف على الحاله المروريه والتعامل مع اي طارئ في هذا التوقيت بشكل عام. هذا هنا ايضا يعني اللي الذاهب الى الرحاب او العائد من هذه المناطق ايضا بتشهد يعني مرور يعني ما فيش يعني اي زحام ولا اي كثافات مروريه في هذه المنطقه. ايضا هنا بن زايد في العاصمه الاداريه الجديده ايضا بيشهد سيوله مروريه. يعني معظم الشوارع في هذا التوقيت بتشهد سيوله مروريه كبيره. يعني جهد كبير بيبذل من رجال المرور في يعني الوقوف على الحاله المروريه والتعامل مع اي طارئ في هذا التوقيت. ربما لم نلاحظ اي شبوره مائيه حتى الان يعني حتى للمسافرين ان يتم يعني يسافروا بامتنان مع توخي الحذر في الطرق. إليك. شكر أيمن، شكرا على متابعتك للحالة المرورية لكل السادة المواطنين اللي حينزلوا دلوقتي ويتوجهوا يسلكوا أحد هذه الطرق أو المحاور يكونوا عارفين الحمد لله بصفة عامة شايفين أنه في فعلا سيولة مرورية. شكرا لك يا أيمن. شكرا يا أيمن. هنطلع إلى فاصل قصير جدا ونرجع بعدها نتحدث عن محور آخر من المحاور اللي خلتنا الحقيقة هو الطبيعي أنك تكون طول الوقت فخور أنك أنت مصري، لأنه دي مصر ودي أم الدنيا بتاريخها وحضارتها وكل حاجة حلوة فيها. بس في كده حاجات الحقيقة بتحصل بتخليك عايز تقول للعالم كله أنا مصري، من ضمنها أحداث شفناها في 2021 بعد هذا الفصل. أهلا وسهلا بحضراتكم. حاجات كتير بتخلينا نفخر بأننا مصريين، بتكون مبعث فخر بحكم أننا مصريين، لكن في حاجات أكتر بتعزز هذا الفخر. من بين هذه الحاجات الآثار وكل ما يتعلق بالآثار وبالحضارة المصرية القديمة والحضارات حتى المتعاقبة، مش بس الحضارة الفرعونية لما بنقول الحضارة المصرية لكن الحضارات التي حتى تلت الحضارة الفرعونية. في عام 2021 هذا العام شهد عدة افتتاحات لمشروعات أثرية ومتاحف عديدة حتى أصبح اسم مصر ساطعا كالنجم في جميع الصحف والمواقع الأجنبية. على سبيل المثال للحصرة نلاقي المرحلة الأولى من مشروع ترميم مجموعة من تماثيل الكباش الموجودة خلف الصرح الأول بمعبد أمون رع بالكرنك، أيضا إعادة فتح مقبرة رمسيس الأول للزيارة بعد ترميمها، ده غير الكشف عن مدينة باسم صعود آتون بيعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحوتب الثالث بغرب الأقصر. هنتكلم أكثر عن الاكتشافات الأثرية اللي تمت في عام 2021 والتطوير اللي بيحصل ولا زال يحدث في المتاحف المصرية، لدرجة أن احنا بقى عندنا هدف متحف في كل محافظة. هينضم لينا في هذا الاستوديو الدكتور خالد سعد الخبير الأثري والسياحي ومدير عام الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ. صباح الخير يا دكتور خالد. صباح الفل على حضرتك. صباح الجمال والإشراق. وأنا بعتقد أنه لقائنا مع حضرتك ده إن شاء الله لما نتكلم فيه عن اكتشافات كتيرة جدا، إذا ما ترجم هذا اللقاء هيلاقي صدى كتير، لأنه الأجانب بيعشقوا الحضارة المصرية وأي حاجة متعلقة بأثرنا. اسمح لي في البداية أسأل حضرتك عن ممكن نقول أهم الاكتشافات الأثرية في 2021، كانت إيه وفين؟ أنا بس عايز أوضح لحضرتك جزء مهم جدا. في حاجة اسمها الصورة المرئية اللي هي بتوضح للمشاهد أو للعالم، في حاجة اسمها الصورة الغير مرئية اللي إحنا داخل الكواليس بقى بنعرفها. عندنا حوالي 250 بعثة أثرية عالمية أجنبية، وعندنا حوالي 20 بعثة مصرية. الـ20 بعثة مصرية استخرجوا من الأراضي المصرية ما لا تتخيليه ولم تفعله الـ250 بعثة. فده الجزء اللي هو داخل الكواليس. الجزء الثاني ان حضرتك بأقل الإمكانيات بتطلعي جزء من الحضارة المصرية، واللي احنا لازلنا بنؤكد ان مصر لم تخرج مكنون
أثرها بما لا يوازي 20%. يعني كل اللي حضرتك شايفاه في مصر وفي جميع متاحف العالم لا يساوي 20% من حجم الحضارة المصرية. على نطاق آخر، عندنا اكتشافات في منطقة سقارة تحت إشراف أستاذ دكتور مصطفى وزيري، اكتشاف مقبرة بتاح. وعارف حضرتك يعني إيه أن بعثة أثرية لما بتجد تابوت بتعمل عليه ساينتيفيك بابليكيشن ونشر علمي وفوق ما حضرتك تتخيلي. عارفة يعني إيه حضرتك أنك تكتشفي ثلاث أبيار منهم بير في 100 تابوت كأنهم معمولين بالأمس القريب، بالإضافة إلى إكستنشن لسه تحت في ما لا يقل عن 600 تابوت تاني. طب سقارة؟ في سقارة. ده الكلام ده في 2021؟ تخيلي حضرتك أن أنت محتاجة كام ألف متحف عشان تحطي فيه الكلام ده. الحاجة التانية أن الاكتشافات الأثرية لم تتوقف عند منطقة سقارة باعتبارها أن دي منطقة أثرية ومعروف أن احنا ممكن نلاقي فيه، لكن حضرتك تكتشفي منطقة صعود أتون اللي اكتشفها الدكتور زي حواس، ودي مدينة متكاملة. احنا عندنا الاكتشافات لها أهميات مختلفة شوية. يعني احنا معظم العمارة اللي عندنا أو الاكتشافات اللي عندنا تبقى عمارة جنائزية، يعني خاصة بالدفن وبالعالم الآخر، لأن حضرتك تبقى تكتشفي مدينة سكنية لطرز البيوت والحياة اليومية، الأكل الشرب شكل الصرف الصحي، ده بيضيف على الحضارة المصرية ثقل وبعد إنساني إلى جانب الثقل والبعد الديني. صحيح. شيء بالإضافة إن هو بيضيف معلومات عن العصر أو عيشة الناس في هذا العصر ونوع من أنواع التأريخ والتوثيق. إحنا عايزين بس نوضح لحضرتك جزئية مهمة جدا، إن الشباب المصريين والعلماء المصريين يقومون بتغيير التاريخ المصري يوما بعد يوم. كل يوم إحنا بنغير التاريخ المصري. حضرتك قلت حاجة في منتهى الأهمية، لأنه إحنا طول الوقت كنا بنتساءل عن حياة الفراعنة اليومية، اليوم بيوم بيأكلوا إيه وإزاي ويعيشوا إزاي. ده إحنا من كام شهر أو من سنة تقريبا كان في اللي هي الاكتشاف اللي طلعت الملكة اللي بشعرها فضل زي ما هو، وقعدنا عملنا عليه نكت قد كده وعايزين نعرف ايه هو الهير كير روتين بتاعها، وكانت بتستعمل زيوت ايه لشعرها عشان يفضل ما شاء الله بالقوة والكثافة دي بعد السنين دي كلها. فما بال حضرتك بقى بكل حاجة ليها علاقة بحياتهم. هو ده بقى اللي احنا بنقوله، ده هيبهر العالم يا دكتور. الاكتشافات مش بس عمارة جنائزية، مش بس توابيت وتحنيط وغيره. عايز اقول لحضرتك بس من باب الطرفه السبايسي، يعني ان المراه المصريه كان عندها 21 قصه شعر، 21 قصه. فتخيلي كل بيوت الازياء بتستعيد من الحضاره المصريه. تخيلي ان المراه المصريه كان عندها نوع من انواع الاكسسوارز، لازالت أعتى بيوت الأزياء بتاخد من التونة المصرية. دي جدا. تخيلي حضرتك أن المصري القديم، وأنا شوفي المفاجأة، المصري القديم صنع الكتان على نول من الأسرة زيرو، وموجود أقدم قماشة متصنعة في متحف بيتري في لندن بترجع لمنطقة نقادة في الصعيد، عمرها حضرتك بس ما 3300 سنة قبل الميلاد، بتضيف عليهم 2000 سنة الميلادي طبعا. فانت بتتكلم في 5000 سنة كان العالم كله بيرتدي أوراق الشجر. طب سؤال بقى بمناسبة ارتداء الملابس، معلش عشان احنا طول الوقت بنسأل، الفراعنة ما كانوش بيبردوا في الشتاء؟ كانوا دايما يعني هم متصورين دايما صيف شتاء لابسين صيفي. طيب. واللي هو نوع من إبراز العضلات في الرجالة وإبراز أنوثة الست، فبالتالي بيصوروا هذه العضلات او حتى انوثه الست في يعني بشكل اكثر، خلينا نقول عريان، استخدم هذا. لا، هو الملابس كان لها اتصال بالوظيفه. يعني المصري القديم كان عنده لبس شتوي وكان عنده لبس من الصوف. من الصوف، لكن كل وظيفه لها لبس معين. الراجل لما ينزل الفلاح في الغيط مش هيلبس فوق صدره حاجه فدايما بيظهر عليه. الكهنه بيلبسوا جلد النمر فدايما تلاقيهم مرتدين جلد النمر وحليق الرأس. فكل نوع من أنواع الوظائف ليها ملابسها. طب لما نشوف مثلا نفرت وراح حطب في المتحف المصري، طب ما هو السيدة لابسة توب من الكتان شفاف
على أرقى أنواع الطرز العالمية. صحيح. والراجل ظاهر بجسمه عاري لأن ده نوع من أنواع راجل جيش. تمام. الشيء هو مرتبط بالوظيفة في كل الأحوال. نخش بقى على مرحلة الحياة اليومية. يعني حضرتك إحنا نعرف كتير قوي عن الحضارة المصرية فيما يتصل بالحياة الجنائزية. طب تعرفي أكلهم وشربهم؟ لا لسه. بالظبط. طب تتخيل إن كل العالم بياخد المنتج المصري القديم ويحط عليه مسمى أجنبي ويعملوا منتج أجنبي ويصدره للعالم؟ خدي بقى حضرتك المفاجأة. اديني أمثلة بقى يا دكتور. الكانيلوني مصري قديم. بجد؟ الدوناتس. إيه ده الكانيلوني مش طلياني؟ شفت حضرتك؟ ما هو يعني بجد؟ وموجود في المتحف الزراعي في الدقي. الدوناتس. السمبوسك. مصري؟ الدوناتس فرعوني؟ السمبوسك. المشبك. لا مشبك. الحلويات المجففة. دمياط. ده حتتي. طب يبقى احنا بنتكلم على عمق الحضارة المصرية مش بس الجنائزية. فاحنا لما بنكتشف أثر، الأثر بالنسبة لنا بيمثل كم من المعلومات اللي بتضاف إلى عمق الحضارة المصرية، مش بس إن احنا اكتشفنا تابوت أو مقبرة جنائزية، احنا اكتشفنا البردية طبية أعظم عندنا من اكتشافنا لقاعدة هرم أو لمقبرة جنائزية. طب هنا طبعا في سؤال هيجي، يعني أعتقد يا همام ممكن تشاركني نفس السؤال، إنه الاكتشافات دي كلها يا دكتور وغيرها كتير، والمئة تابوت اللي لقيتوهم ده في بير واحد بس، لسه كتير، ولسه فيه يا رب أكتر كمان، وكمان الحاجات دي كلها إمتى بإذن الله تظهر للعالم ولينا وتتعرض وتعمل لها شو كيسز إمتى؟ هو حضرتك لما تيجي تقارني ما بين عدد المتاحف اللي كانت موجودة في مصر 33 متحف وعدد المتاحف اللي كانت موجودة في روما 3000 متحف، فأنت حضرتك بتكتشفي، فأنت محتاجة متاحف جديدة. فطبعا خطة الدولة بإنشاء متاحف في كل عاصمة ده خطة محمودة. صحيح. بالإضافة إلى إيه بقى، أن حضرتك لا تعترض التنمية، فأنت عندك تلال أثرية، التلال الأثرية لازم تعملي فيها حفاير فبتطلع لك منتج، فأنت عندك مخازن متحفية، فأنت عندك عرض جاهز في حال إنشاء متاحف جديدة أن هو يسري هذه المتاحف. صحيح. عندنا قدر كبير من الشغف أن احنا نعرف تفصيل أكثر عن الحضارة المصرية القديمة والثقافة المصرية، مش بس الحضارة الفرعونية لكن حتى الحضارات المتلاحقة والمتعاقبة على الحضارات اللي طرأت ومرت بينا في كمصريين وأثرت ولا تزال تؤثر في شخصيتنا. على أي حال الدكتور خالد سعد الخبير الأثري والسياحي ومدير عام الإدارة العامة للآثار وقبل التاريخ، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الصباح، وإن شاء الله نسعد بلقاء حضرتك مرة تانية ونسلك من هذا الحوار لأنه مهم جدا الحقيقة. احنا لسه في تفاصيل كثيرة مرة واثنين وثلاثة، خلينا نخليها فقره، نحاول قدر الامكان فقره ثابته نتكلم عن الاثار المصريه، لان احنا برضو في جزئيه برضو احب انوه انا بليز، يعني حضرتك لما قلت متابعه سياده الرئيس، احنا ما عمرناش شفنا رئيس الجمهوريه بينزل يتابع اعمال قبل الافتتاح زي ما حصل في سور مجرى العيون. صحيح. ده شيء علشان يضمن ظهور المشروع بكواليتي كويس، كواليتي محترم وعالمي وذو معايير عالمية. على أي حال شكرا جزيلا دكتور خالد، شرفتنا في هذا الصباح، وكده مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام ونهاية هذه الحلقة من هذا الصباح. شكرا لحضراتكم، وبالطبع شكرا للعزيزة منا، شكرا لحضراتكم. الدوناتس طلعت فرعونية. الدوناتس يا بتوع الدوناتس برا يلي عمالين تقولوا لنا احنا بنستورد من، لا طلعت مصرية، والكانيلوني طلع مصري برضو مش طلياني. بنشكر حضراتكم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وإن شاء الله غدا يتجدد لقائنا مع حضراتكم في تمام 8 صباحا في هذا الصباح على شاشة إكسترا نيوز. دمتم في أمان الله.